جروب ديال بيتويناتنا الروك بالعربيه داكشي زوين shows between Atna because they paid us the most money. No, we chose between Atna because they've got the raw punky sound and we wanted to capture that. معكم بيتوين أتنا جينا من مدينة الدار البيضاء الاستوديو هيبا الاكسبيريونس ديالنا حنا كجروب في استوديو هيبا كانت واعره الديفيكولتي اللي عندنا باش نسجلوا هي اول حاجه هي الاستوديو واحد الاستوديو باش غتسجل اون لايف صادير كيكون الباتري وهذا بحال هاد لي كونديسيون هادو ما كاينينش بزاف سينو خص يكون عندك دي مويان وفاش قبلنا في البروغرام ديال هيباريك كانت واحد زعما كانت واحد زعما واحد خبر زوين زعما سيرتو حيت تجيك الفرصة أنك تدخل تسجل فهاد استوديو هيبا وداكشي الاكسبيريونس اللي دوزت مع هاد البروديكتور هذا هو بروديكتور من الانجليز كريس هو صات ستريكت بزاف وتعلمت معاه بزاف ديال الحوايج سيرتو كيفاش نسجل وبزاف ديال الحوايج تعلمت معاه زوينين اللي تقبلنا في البروغرام ديال هيباريك فرحنا بزاف حيت كنا من شحال هادي بغينا نسجلوا في هذا الاستوديو هذا وجات هذه الفرصه هذه وشكرا بزاف لهيباريك